محمد، رسول الله محمد، حبيب الله محمد، نبي الله محمد، خير خلق الله محمد، خير خلق الله محمد. أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا أصدقائي. الفيديو الثاني من سلسلة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الفيديو برعاية فريق 100 كاتب وكاتب في سوريا. ابقوا معنا وتابعونا، هيا نتعلم معا. مرحبا يا أصدقاء. سالي، هل أنت مستعدة؟ بالطبع. حسنا، سؤالي الأول يقول: من الذي كفل النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ جده عبد المطلب. رائع. سؤالي الثاني يقول: من هن مرضعات النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنا أعلم أنها حليمة السعدية. أحسنتي. وأيضا هناك ثويبة جارية أبي لهب، وأيضا أم حمزة. تمام، هذه معلومات جديدة بالنسبة لي. حسنا، يبقى الإنسان يتعلم. تماما. والآن السؤال الثالث يقول: ماذا عمل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه؟ عمل في راعي الغنم. أحسنتي. والآن سؤالي الرابع يقول: ما هي الحرب التي اشترك فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في طفولته؟ الحرب؟ هي حرب فجار. رائع. الآن سؤالي الخامس يقول: كم كان عمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما سافر إلى الشام لأول مرة مع عمه أبي طالب؟ كان عمره 12 عاما. أحسنتي. والآن سؤالي السادس والأخير يقول: أحسنتي، كيف علمتي؟ مثل المرة السابقة توقعت. صحيح. ما اسم الراهب الذي رأى خاتم النبوة بين كتفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلم. حسناً، اسمه بحيرة. هذا طبيعي يا سالي، لا أحد يستطيع أن يعلم كل شيء، ولكن على الإنسان أن يبقى يبحث ويتعلم. حسناً. والآن انتهى فيديو اليوم، نرجو أن تكونوا استفدتم. انتظرونا في حلقات قادمة. إلى اللقاء يا أصدقاء، دمتم بحفظ الله. رسول الله محمد، حبيب الله محمد، نبي الله محمد.